خلينا نتباحث أكثر وتفاصيل أكثر مع المفكر السياسي دكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير دكتور عبد المنعم. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني حضرتك كده أطلعنا على هذه الزيارة، خاصة وأن يعني كانت هناك مباحثات، كان هناك قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي والملك عبد الله وأيضا الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وما دار أيضا في لقاء السيد الرئيس بأنتوني بلينكين. تفضل. أيوة، الحقيقة يعني في جهد كبير جدا يبذل في هذه المرحلة لمحاولة يعني تهدئة الموقف والتوصل إلى نوع من الطريق المسار منه المبادرة المصرية ذات الأجزاء الثلاثة المعروفة اللي فيها جزء يتعلق بوقف إطلاق النار، جزء يتعلق بتشكيل يعني زي حكومة انتقالية فلسطينية وده يتم بين الفلسطينيين وبعضهم البعض، ثم وضع مسار للتسوية الأخيرة التي تتعلق بمسألة حل الدولتين. الثلاث يعني مراحل دول يبدو كده كأنهم بساط، لكن في الحقيقة كل جزء منهم معقد تعقيد شديد. ربما المرحلة الأولى المتعلقة بوقف إطلاق النار يعني كانت جزء أساسي من الحركة الخاصة بوزير الخارجية الأمريكي اللي هي بدأت بزيارات لليونان وتركيا يعني قطر، الإمارات، السعودية، ثم إسرائيل، وأخيرا مصر. هذه الجولة كلها تحاول أن تجعل هناك يعني مسارا قويا أنه وقف إطلاق النار يحدث، ويؤدي ذلك إلى وقف طبعا المذابح الجارية في غزة بالذات، وانه ايضا منع الازمه من التوسع الجاري اللي هو يعني يوجد على الجبهه اللبنانيه الاسرائيليه وعلى جبهه البحر الاحمر. كل دي يعني موضوع للمباحثات التي جرت حتى الان. لا تزال يعني القضيه نقدر نقول عليها انها ساخنه، انها مشتعله، لكن نرى على جانب آخر هناك بدايات للتحضير كيف يتم الخروج من ذلك. بالطبع العقبة الرئيسية هو الحكومة الإسرائيلية الحالية اللي هي موجودة، واللي هي يعني نتنياهو يعني لا يزال يعني ومن معه من أعضاء الحكومة بتاعته غير يعني طيعين نستطيع أن نقول لأخذ خطوة كبيرة في سبيل يعني الانتقال من الوضع الراهن إلى وضع أفضل. الولايات المتحدة الآن تستجمع نفسها يعني من ناحية التقرير الذي سوف يقدمه بلينكين للرئيس بايدن، خاصة أنه العالم العربي كله أدي الأمور بالفعل يمكنها أن تسهل هذه المسألة، لكن هناك فجوة موجودة ما بين الولايات المتحدة الآن وإسرائيل، وربما هذه الفجوة أيضا تزيد مع عرض القضية كلها على محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يعني عرضت يعني قامت جنوب أفريقيا بتقديم ادعاء يعني يتهم إسرائيل عن أنها تقوم بأعمال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. وبالتالي هناك حالة يعني نقول حنق إسرائيلي كبير، لأنهم يعني يتصورون أن هم ما يحدث مجرد يعني حرب، ويتحدثون كثيرا عن ما كان يجري في الحرب العالمية الثانية. أكيد أنا أمريكا ودول أخرى تجاه الدول الأخرى بالذات ألمانيا واليابان وإلى آخره. أكيد أتفق مع حضرتك جدا. الوضع الآن يعني نقدر نقول إنه مشدود شوية ما بين إسرائيل
الولايات المتحدة. طيب السؤال هنا، يعني أتفق في كل ما ذكرته حضرتك، ولكن خليني أيضا أخذ من حضرتك يعني تطلعنا ببعض أيضا الآراء. إذا كنا نرى هذه الفجوة الآن التي موجودة ربما كما قرأتها حضرتك بين أمريكا وإسرائيل، وأيضا الغضب الموجود داخل المجتمع الإسرائيلي لأن هناك خسائر كثيرة، وهناك لم تحقق الحرب بالنسبة لهم ما كانوا يتصورون. أيضا هناك في المجتمع الإسرائيلي ولأول مرة نزوح من المستوطنات، وهذه ربما يعني تعد السابقة الأولى أن يضطرون إلى الخروج والسفر وأن يتركون البلاد ويتركون المستوطنات التي هي في غلاف غزة أو بالقرب من غزة. هل ترى أن هذه الفجوة الموجودة من الممكن الضغط عليها والعمل عليها حتى نصل إلى أي حلول، أولها وقف إطلاق النار؟ يعني طبعا نبذل جهد، مصر تبذل ودول عربية أخرى جهود فائقة في هذا الشأن، وأعتقد أن احنا نسير في الاتجاه الصحيح. لكن طبعا هذا الاتجاه الصحيح كما نرى في أي يعني نشرة أخبار الآن وصور من غزة، نقدر نقول أنه المذبحة لا تزال قائمة. يعني كل يوم يزيد الأمر على 100 قتيل، الأطفال تتعرض إلى يعني كثير من نقدر نقول الجرائم التي تتم. فبالنسبة لهؤلاء يعني الوقت يعني لا يمكن التفريط فيه، لأنه يريدون وقف إطلاق النار الآن ووقف هذه المذابح الآن. إنما عايز أقول إن احنا يعني الفجوة القائمة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي فجوة حقيقية، لأنه يعني في اطلاع طبعا على ما يحدث، ولا تريد الولايات المتحدة أن يعني تندرج في هذه الاتهامات أمام المحكمة اللي هو مؤكد أنه سوف تأتي، يعني باعتبارها الولايات المتحدة باعتبارها تقدم معونات كثيرة لإسرائيل. أكيد. هناك أيضا الولايات المتحدة لا تريد اتساع الحرب، خاصة كما نرى أن الأمر في البحر الأحمر أثر تأثير سلبي بشكل كبير على التجارة العالمية. أكيد أكيد. أما فإن هناك يعني ضغوط جارية، إسرائيل تدريجيا يعني بتوضع موقع الاتهام، العالم برضو يرى أن التاريخ لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، وإنما هناك تاريخ كبير ما قبلها. وفي الحقيقة الجهد اللي قام به الأشقاء في جنوب أفريقيا يشكروا عليه. أكيد. جهد رائع بالنسبة لوضع الحق إسرائيل في موضع الاتهام الكبير يعني. أكيد. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المفكر السياسي دكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، على كل هذه التفاصيل.